تصبغ حوالين الفم اسباب عده، كثير مننا بيشتكي من التصبغات ومش عارفين ايش السبب، عشان نعرف علاج لازم نعرف السبب، السبب في التصبغات هي الاسباب الجينيه اللي بيعاني منها الام بتعاني، البنت بتعاني، الاطفال بيعانوا، الكل بيكون في جينات متوارثه في هذا الموضوع. كمان الجفاف من الحاجات اللي بتاثر جدا حوالين الفم، منطقه حول الفم منطقه حساسه فيها نسبه الجفاف عاليه خصوصا في فصل الشتاء. نقص الفيتامينات مثل فيتامين بي 6 والفيتامين بي 12 والحديد بتعمل تصبغات حوالين الفم. كمان من الحاجات المهمة هي الليبستيك أو أقلام الروج اللي بتكون شوية من الماركات السيئة اللي بتعمل تصبغات حوالين الفم مع معجون أسنان اللي بيكون ملون، فحبذا إن احنا نستخدم معجون أسنان أبيض. العلاج طبعا بتكون متعددة، يعني ممكن ناخذ الفيتامينات لو في عندنا نقص، ممكن ناخذ الحديد لو كان عندنا نقص، وممكن كمان نبدأ نهتم بالمنطقة بالجفاف بحيث نحن نستخدم مواد وترطيبات كويسة في المنطقة. نجي نتكلم عن طريقة العلاج اللي هي في العيادة. طريقة العلاج في العيادة بنتكلم على حاجتين، يا إما بنعمل كريمات وحاجات تفتيح في المنطقة وخصوصا المنطقة حساسة شوية، فأي كريمات تفتيح ممكن تعمل لي نتيجة عكسية لو استخدمت غلط، فعشان كذا لازم نسأل الطبيب المختص اللي يكون معالجنا في هذه الحالة. الحاجة الثانية اللي هي البروسيجر، الإجراءات البسيطة اللي ممكن نعملها في العيادة مثل التقشير أو أجهزة الليزر، البيكوي والحاجات هذه هي اللي بتعمل لنا تفتيح، لكن يكون في حالات معينة ومش كل الحالات بتكون مناسب معها إجراء غير الثاني. فنصيحتي لكل واحد بيعاني من هذه المشكلة اكشف عليها، لابد ما تلاقي حل لأن كل حلول متاحة بإذن الله.